السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح يكون موضوعنا عن حيوانات صغيرة من طائفة العنكبيات، إذ تضم العنكبيات أكثر من 40,000 نوع. سنتكلم عن الروتيلوات. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. حيوان صغير يسمى ذكره عنكب، أما الأنثى فتسمى عنكبوت. للعنكبوت 8 أرجل و4 أزواج من العيون، ليس لها أجنحة ولا قرون استشعار ولا أعضاء للمضغ، بذلك فهي لا تنتمي لصف الحشرات، فهي ذات سرة قرابة مع العقارب والقراد والسوس وبعض الحيوانات المفصلية البحرية. تعيش فصيلة العناكب في جميع المناخات وعلى مستوى كل الارتفاعات. إن الأنثى هي التي تبني البيت، ويصل عدد الخيوط إلى 400,000 خيط، وطول الخيط 20 سنتيمتر، وهي خيوط حريرية. إن سمك شعرة الإنسان تزيد عن خيط العنكبوت 400 مرة، إلى أن هذه الخطوط اللينة والقابلة للتمطيط ب 20% من حجمها دون تمزق تعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، ولها قوة تحمل للضغط، ولذلك يطلق عليها الفولاذ البيولوجي. تقوم أنثى العنكبوت بهندسة الشبكة ونسجها بمهارة عالية بخطوط منحنية أو مستقيمة بترتيب متناسق المسافات فيما بينها، وتقوم بشكل دائري أو ثلاثي التصميم، حين تستخدم ضغط البطن لتدفع الخيوط الحريرية إلى خارج الغدد الست الموجودة في بطنها. بعد أن تنتهي من صنع شبكة لاصطياد فرائسها، تضع الغراء على بعض المقاطع بحيث تترك مكانا لتحرك عليه بسهولة، وتقوم بصنع عش لها بالقرب من الشبكة. عادة ما تقوم بلف ورقة شجر وتصنع لنفسها بالداخل سريرا مريحا من الحرير، لأنها قد تنتظر طويلا قبل وصول ضحيتها الأولى، وتقوم بوصل خيط انذار بين الشبكة والعش لتشعر بأي اهتزاز ولتعرف الفريسة التي ستتعامل معها. فإذا كانت ضخمة ومميتة تطلق سراحها من بعيد، أما إذا كانت لا تؤكل كاليعسوب فإنها تلفها بخيوط حريرية من بعد. تحقن العنكبوت فريستها بسم يشلها عن الحركة، ثم تفرغ فيها اللعاب الذي يعمل على إذابة الأعضاء الداخلية للفريسة، فعملية الهضم لديها تتم خارج البطن، لذلك تحتفظ بفرائسها حية لتبقى طازجة. إن من 40,000 نوع للعناكب يوجد 200 نوع سامة فقط، ومن أشهرهم الأرملة السوداء، ونادرا ما يكون سمها قاتل للبشر. بعد عملية التزاوج تضع ما يقارب 1,000 بيضة مخصبة بداخل كيس حريري قوي لحماية بيوض العناكب. تحمل كيس البيض معها، وبعض العناكب يحمل على ظهرها، أما البعض الآخر فيوضع في مكان آمن حتى يفقس، ويستغرق بضع أسابيع. قد يصل عمر العنكبوت الذكر إلى عدة أشهر في بعض الأحيان، لأن أغلب الذكور تموت بعد التزاوج، أما الأنثى فيصل متوسط عمرها إلى 20 سنة، وقد يصل طول العنكبوت إلى 30 سنتيمتر، ويصل وزنه إلى 170 غرام. إن أغلب أماكن تواجد العناكب في الخارج، إلى أنها تغزو المنازل. طريقة مكافحة العناكب خارج المنزل: يتم رش مبيد زراعي للأشجار والنباتات والزوايا والحواف والتربة. أما داخل المنازل يتم رش مبيد من أصل نباتي وعضوي، له فعالية طويلة على الحواف والزوايا والشبابيك والأبواب والسقفيات. تستطيع مراسلتنا على الواتساب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو مشاهدة قناتنا على اليوتيوب الهدهد فور بيست كنترول. والسلام عليكم ورحمة الله.